لاستعمال أيضا الأراضي في أفغانستان، وأيضا ضغطها على الباكستان لإقامة تجارة الأوبيوم أي المخدرات وبيعها وإخراجها بعد تصنيعها من المصانع في الباكستان وتوزيعها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنقلها في طائرات نسميها الطائرات الخضر. وهذه الكتاب الذين هم مسؤولين كانوا في CIA الأمريكية الذين تحدثوا بذلك ويبيعونه في سيستم في طريقة أي اسمها لانسكي على اسم الشخص الذي ابتكر ذلك، وتوزع هذه المخدرات وأموال المخدرات تصعد إلى رأس الهرم إلى المقررين في هذه العصابة لأنها عصابة، وهذا المال يوضع في حسابات بنكية في منطقة دولاوير التي هي قريبة مقربة من نيويورك. وهذه الأموال كانت تساعد المخابرات الأمريكية لإقامة مشاريعها السياسية. أعطيك مثال، كانوا يفتحون حسابات بنكية في دولة قطر لأن هناك علاقة قوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر، وكانوا يقومون بنوع من الضغط على قطر لفتح هذه الشركات المبهمة أي التي لا نعرف من هو صاحب هذه الشركات، ولكن هذه الشركات كانت تسمى أوفشور، وبعد ما تزال هذه الشركات متواجدة في قطر وتعتبر كشركات قطرية مع أسماء خارجية قطرية، ولكن المستعمل الرئيسي لهذه الشركات هي الأجهزة الأمريكية. وبواسطة هذه الشركات والحسابات التي تفتح في قطر كانوا يوزعون الأموال أو يدعمون بعض المنظمات الإسلاموية التي كان هدفها إقامة البلبلة وإقامة نوع من الراديكالية، هذه ما نسميها في الفرنسية، لبعض الشعوب أو بعض الأفراد الذين انتموا إلى نوع من المنظمات التي تستعمل الإسلام لأهداف سياسية وتخرج هؤلاء من الإسلام الطبيعة، الإسلام كديني، ولكنهم ينتمون إلى هذه المنظمات.